بسوي لي عطر، بس اني المشكله اني سويته يمكن لا 80% لازم يكون العطر نسائي. قولوا ليه؟ لاني ما اقدر احطه رجالي، لان اسم الرعيب مؤنث، ما اقدر احطه على العطر رجالي. وجالس افكر من يوم مشيت ذاك الليل من الحساء، وغير عطر واحد. انا اقول انا ماني تاجر، ما عندي فلوس واجد، ولا عندي شراكه، ما عندي شريك. واحد وبيسوقه بعد، حتى ماني بحاط لي براند مع زي العيال، بجيبه معي في يدي. لا جا معرض العطور جبته في يدي، وابد وعيال وش رايكم، واسوق له معي. اما اني احط لي محل مثل عيال وتصوير قيمة ناقة، لا والله ما بيع لي ناقة واسوي لي عطر. دور شريك وين؟ تخيل عادة اقول شريك يشاركني عامر ولا فلح، لا ابع شريك انتيقة يا ولد. شريك متعلق، اول شيء اني يلبس صح، اول شيء في اللبس شرط الشريك اني يلبس صح، لانه هو اللي بيصير مسوق في الواجهة. انا بصير ها ازين بيتين، اضبط الامور، احرف عليه، اسوي له ديكورات، ارتب الامور، اجيب له شاهي من البوفيه. اي والله صدق، بدور لي واحد اتيكيت يعرف يلبس زي سعد الشمري، زي عبالي شريك زي سعد الشمري، شخص لطيف يعرف يلبس. يعني سعد الشمري لو انه ما بمتكم مع احمد رحيم، ما بقى احمد رحيم مدري كسر حطات كبيرة. سوي عطر أطفال، في عمرك شفت طفل يتعطر؟ لا ما راح يدخل معي شريك أحد من نسختي ولا من البرامج الواقعية. أبا شريك برا شاطح، يمكنني أزينه في السويسرا، يعني أروح لسويسرا أجيب المكونات من هناك، أجيب 3 سطول ولا 4، يعني سطل فانيلا، سطل بتشاوى مدري شو اسمه، وساطل مدري وش، واجي هنا واخلطها أنا. اضبطها يعني، خله ما ينجح لين تضبط الامور. هو الساطل يا مسلم، ترى العطور ذي انت وش توقعها؟ العطور تراها جنى وش اسمه، عصاره ورد، عصاره مدري ويش، وعصارة فانيلا مدري فانيليا. ما بساط الله خلف، وش يجيبون فيه؟ فكياس عمر هذا. أقول لكم ما أبغى من العيال ولا شريك. جالون والله صدق الربع. الحين لو اطير لسويسرا، ريحة العطر اللي بسويه بحط فانيلا دام شو اسمه، واللي يحطونه العيال انا ما اعرف اساميها، علموني فيها، قالوا تحط كذا وكذا، يصلح لك انت، يصلح عليك اللي كذا، بضبطها. ايس كريم المناعيد، لا هو وبحط معها عبي سبل مثل فارس الحشارة يوم يقول ودك تحول وتاخذ لك من العرقوب تولة، خنة ما تسنى هلا خنة حور الجواري. ايوه البتشلي يقول عامر لي، عامر منير يقول بتشلي، هذا اللي عرفته من عامر منير. ايه بحط فانيليا وبتشلي، وبنحط زيت مدري ايش اسمه، زيت الجوف، ما بالجوف ايش اسمه، زيت زيتون الجوف. ترانكم انتم تتابعون عامر ولا الجو؟ انا اعرف عامر، والله ما في من الذكاء مثل قادر. سلطه اكسر فقراتك والله يا الربع صدق.
وقت المشروع اسمك 2016 وما ادري عنك لو ضيعنا. في حساب دي ارضي تقول تذكر ريحة العزبة في الروشن اللي تقول بسوي فيها براند سوي عطر. والله صدق وش رايك في الربع؟ انا قلت بسوي عطر وبحط فيه ريح عزبة، عزبة البردي. بعض المرات لا صار ابوك ولا اخوك ولا عنده عزبة ويشب ضو تلقى ريح براد وريح هيل وريح قهوة على كيفك. قلت باخذ ريحة العزبة ذي واسوي بها عطر وريح ضو ايه وريح مطر ندى ما هم مطر ريح ندى كلها تجمعها كلها وتحطها بالعطر. والله تصدقني يضرب ايه. وقلي الغاز ولاعه تنسف بقرورة العطر قلي الغاز. والله انا عندي افكار بس انها بعضها سرقت وانا استحي من الناس اللي يسرقوها. هي انا اعطيت كل فكرة حقوق. انا بتكلم بها في بث مباشر انا وتقول سرقت فكرتي. انا بتكلم بها في قناة الحسين في برنامج الروشن. افكار الله لا يحرمنا منها. شكرا شكرا جعلني مع عدمك. شكرا شكرا على دعمك.